السلام عليكم. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. البط اللي قدامكم ده بط شرشيري. البط الشرشيري نتيجة من البط البلدي وهجين من البط البلدي والبط المسكوفي. هتلاقي طالع البط اللي لونه شرشيري ده. طبعا البط ده لحمته مسكرة وجميلة جدا. اللحمة بتاعته لونها أحمر زي لحمة البلدي بالظبط. واللي قدامكم ده وز، بس مش وز مصري، الوز ده نوع تاني بري. هتلاقيه كده حجمه كبير والوزة توصل 7 كيلو 8 كيلو. هتلاقي على طول راسه سودا وجسمه من تحت مخطط. طبعا تربية الوز زي الشرشيري زي البلدي، كلهم بياكلوا خضرة او برسيم. بس الحاجة الوحيدة اللي متفقين عليها هما الكل المية، بيحبوا يبلبطوا في المية كده ويعوموا. ده تلاقي الوزة يومها بيومين. طبعا دي داخل مزارع. النوع التاني الوزة التانية دي، ده وزة مصرية برضو حجمها حلو جدا بس صوتها عالي جدا. وهتلاقي رقبتها بيضة في رصاصي وفي منها الوان. اللي قدامكم دي برضو وزة بيضة نوع تاني خالص. بسم الله ما شاء الله، برضو حجمها حلو ودي في مزارع برضو بس مش مخططة. لونها ابيض والمنقار بتاعها لونه احمر. سبحان الله الخالق. في الوز ده في كام نوع، طبعا كل بلد بتلاقي نوع الوز بتاعها مختلف جدا عن البلد التانية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل. كنتم مع قناة نسان، اختكم نسان عبد السلام. ما تنسوش بقى يا حبايبي تكتبوا لي تعليقاتكم وتقولوا رأيكم، واي وز عندكم افضل من التانية. طبعا المصري لا يعلى عليه في الطعم وفي الشكل وفي الحجم وفي كله، احسن نوع طبعا. والبط الشرشيري ده هتلاقيه مهجن من البلدي ومن المسكوفي، وفي منه برضو انواع تانية اخرى. سلام عليكم.